السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة انا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة فيديو جميل والطلب مني كتير، وبفضل الله عبارة عن دعاء تردده 7 مرات في بداية العام الجديد، وبإذن الله هذا العام سيكون مليء بالخير والبركة وسيكون مليء بالرزق والمال عليك بفضل الله. في البداية يا جماعة عشان بس ما حدش يخش يهاجم، لان في ناس بتخش تهاجم قبل ما تفكر. السنة الجديدة يا جماعة الاحتفال بيها، الاحتفال بالسنة الجديدة وانك تحتفل بالسنة الجديدة، هذا ما جرى عليه العرف. يعني ايه عبد الله ما جرى عليه العرف؟ يا جماعة مش معنى ان انا بحتفل بالسنة الجديدة يعني انا بحتفل بالاله المتجسد في السيد المسيح والكلام ده، لا، نحن نؤمن ان عيسى عليه السلام نبي من الانبياء. الاحتفال هنا يا جماعة جرى عليه العرف، العالم كله بكافة الاطياف وبكافة الاديان بيحتفلون بالعام الجديد، لان احنا بنحتفل عادي بالعام الميلادي. يعني احنا مش قصدنا ان احنا بنحتفل كما يحتفل يعني اخواتنا المسيحيين. البوذيين بيحتفلوا بالعام الجديد، بتلاقي الملحدين اصلا الذين لا يؤمنون بديانة اصلا بيحتفلون به، تلاقي المسلمين، بتلاقي، فدي حاجة عرفية يا جماعة مش حاجة كده. فاحنا بإذن الله النهاردة هنتكلم على دعاء يخلي السنة الجديدة دي تيجي عليك بالخير والبركة واليمن والبركات، وتجعل عام 2022 من أكثر الأعوام عليك بركة وخيرا ورزقا بفضل الله. بإذن الله هذا العام هيكون من أفضل الأعوام اللي مرت عليك في حياتك، سواء في الرزق، سواء في المال، سواء في قضاء الحاجات. يعني لو انت في حاجة معينة وعايزها تقضى، الفايدة دي قوية جدا في هذا الامر. اكيد يا جماعة عايزين تعرفوا ايه هو الدعاء ونقوله ازاي، بس قبل ما ابدأ في ذكر الدعاء، يا ريت لو انت جديد معايا في القناة تشرفني ومشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعوا لي كده بالتوفيق. وعشان ما نطولش عليكم هنبدأ على طول يا حباب قلبي في ذكر الدعاء. طبعا يا جماعة هذا الدعاء لا يشترط فيه اي يوم معين، ولا يشترط فيه اي وقت معين، ولا يشترط فيه الطهارة. يعني يجوز أن تقوله أي فتاة عندها عذر شرعي، ويجوز أن أنت تقوله في أي يوم وفي أي وقت. يعني هذا الدعاء يجوز أن تقوله في أي يوم وفي أي وقت. طيب نقول الدعاء إزاي يا عبد الله؟ عايزين نعمل فايدة، نعملها إزاي؟ كل اللي فيها يا حباب قلبي أن أنت هتيجوا في بداية العام، يعني 31/12 أو يوم 1/1 أو يوم 2/1، يعني في بداية العام. وبفضل الله يا جماعة كل اللي هتعملوه ان انتوا هتقعدوا وهتتوجهوا للقبلة للتبرك، وحاولوا تقرأوا الدعاء بصوت مسموع، لان احنا بنلجأ لله في اي وقت وفي اي يوم. يا جماعة ان انتوا هتبدأوا هتقولوا الدعاء اللي هقوله لكم ده 7 مرات بالعدد. طب ايه الدعاء اللي احنا نقوله 7 مرات؟ الدعاء يا جماعة هو: اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه، ودعوتني الى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك، اني استغفرك فاغفر لي غافر الذنب. طبعا يا جماعه تقول الدعاء ده 7 مرات قبل ما نقول الدعاء بتاع السنه الجديده. طب ليه احنا نقول الدعاء ده يا عبد الله 7 مرات؟ لان الله تعالى قال يا جماعه: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فاما تبدا الدعاء بتاعك باستغفار الله عز وجل وطلب المغفره، بإذن الله سيعطيك الله أكثر مما تتمنى. بعد ما هتقول الدعاء يا حباب قلبي 7 مرات، هتقولوا بقى الدعاء اللي أنا أقوله لكم، هو ده الدعاء موضوع الفيديو، 7 مرات بالعدد. طب إيه الدعاء اللي إحنا نقوله يا عبد الله 7 مرات؟ اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة، ألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والانشغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام. ده يا جماعه الدعاء اللي هتقولوه 7 مرات، انتوا بتطلبوا من الله تعالى انه يقربكم منه. فاكيد ما دام انت طلبت المغفره وطلبت انك تقرب من الله عز وجل، سيعطيك الله ما تتمنى دون ان تطلب. ده افضل نعمه يا جماعه الله بينعم بها على العبد بالذات التقي اللي قريب جدا من ربنا، ان هو بينعم عليه من غير ما يطلب. باذن الله قولوا الدعاء ده في بدايه السنه الجديده، وبفضل الله ربنا هيجعل السنه بتاعتكم كلها خير ورزق وبركه. وعلى تحدي يا جماعة، ما من أحد هيقول الدعاء ده بإذن الله في بداية السنة الجديدة 7 مرات بالطريقة اللي أنا قلتها إلا بإذن الله سيفرج الله عنه وسيرزقه من حيث لا يحتسب، وتكون هذه السنة الجديدة عام مليء بالخير والبركة. فرب الفايدة يا جماعة، وبإذن الله هتنجح معاكم. وكده يكون الفيديو خلص يا حباب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.